قبيل الدخول في فصل الشتاء بدأ موسم قطف الزيتون في المملكة وسط مخاوف وتكهنات بكميات الإنتاج واستقرار الأسعار من حيث انخفاضها أو ارتفاعها عن العام الماضي. انخفاض كميات إنتاج الزيتون خاصة المناطق الشمالية في المملكة في محافظات عجلون وجرش وإربد تعود كما يرى مزارعون إلى عدة عوامل، أهمها تضرر مزارع الزيتون جراء المنخفض الثلجي الأخير الذي ضرب المنطقة في العام الماضي، إضافة إلى نقص كميات الأمطار والتي تعتمد المناطق الشمالية فيها على الري البعلي المطري. تعرضت له منطقة جرش وعجلون، ذكرنا سابقا هو التوزيع المطري تدني معدلات الهطول المطرية، ما يطبق على جرش وعجلون أيضا يطبق على باقي محافظات المملكة، يعني كون المناطق المملكة كاملة هي مناطق إنتاجية للزيتون، وخاصة أيضا كمان الآن المناطق الشرقية صارت تعتمد أيضا على زراعات الزيتون، لكن الفارق ما بين زراعات في المناطق الشرقية ومناطق جرش وعجلون وبعض محافظات الجنوب تستخدم نظام الري أو الري التكميلي. ومن جهة أخرى فإن ارتفاع الأسعار يتأثر في التصدير للخارج، مما يزيد المخاوف من أن تصل سعر تنكة زيت الزيتون إلى 100 دينار إذا فتح باب التصدير للتجار، خاصة للكيان الصهيوني والذي يستورد الزيتون الأردني ويعيد تصديره على أنه من إنتاجه كما يقول الاتحاد العام للمزارعين. هناك اجتماع لأصحاب العلاقة، وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة ونقابة أصحاب المعاصر والاتحاد العام للمزارعين وأيضا الجمعية المصدرين، تم الاتفاق على أن لا يكون هناك تصدير نتيجة شح الإمكانيات اللي موجودة، هذا سبب رئيسي. أما فيما يتعلق التصدير إلى إسرائيل له أيضا أثر سلبي، يقوم الكيان الصهيوني بأخذ الزيتون الأردني ومن ثم إعادة عصره وتصديره إلى دول أوروبا على أساس أنه إنتاج بيت المقدس. من جهتها أوضحت وزارة الزراعة أنها لم تسمح لغاية الآن بتصدير الزيتون لأي دولة، كما أن نسبة التصدير إذا تمت لن تشكل أكثر من نصف في الألف من الإنتاج المحلي، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن الكميات المتوقعة لهذا العام تكفي احتياجات السوق المحلي. الإنتاج يكفي يعني احتياجات السوق، تقدر المساحة المزروعة بحوالي 1,400,000 دنم. الأردن الزيت الأردني يتمتع بجودة عالية وبسمعة دولية جيدة، احنا بنصدر زيت زيتون لدول أوروبية، بعض الدول الأوروبية أيضا حتى لدول الخليج العربي. بالنسبة لعملية التصدير للخارج حتى الآن المزارعين ما صدروا لأي دولة، ما تم تصدير لأي دولة لأنه الموسم في بدايته. اثنين، نسبة الصادرات من ثمار الزيتون هي لا تتجاوز نصف بالألف من مجمل الإنتاج المحلي. اثنين، النوعية التي تصدر هي عبارة عن زيتون لغايات التخليل الكبيس. إذن تبقى أسعار الزيتون والزيت لهذا العام رهن ضغوطات عديدة، قلة الأمطار ومنخفض جوي أثر على كميات الإنتاج من جهة، والتصدير للخارج إذا تم تفعيله من جهة أخرى، والمستفيد أو المتضرر هو المستهلك الأردني. مصعب الشريف، اليرموك.